النهاردة العالم كله بيحتفل باليوم العالمي للغة الصينية، يوم خصصته الأمم المتحدة لهذه اللغة كاحتفال لهذه اللغة كباقي لغات دول العالم، ولرفع مستوى الوعي التاريخي والثقافي للغة الصينية، وفي نفس الوقت تخليدا لذكرى العالم سانج مؤسس الأبجدية الصينية من 4000 سنة، والهدف من ده هو رفع مستوى الوعي التاريخي والثقافي لهذه اللغة المهم. حتى شاذلي انه وزاره التربيه والتعليم من سنه تقريبا عملت مشروع تجريبي كده في المدارس لتدريس اللغه الصينيه، فيا ترى ايه ثمار هذا المشروع؟ خلينا نعرف تفاصيل اكتر عن اللغه الصينيه، تفاصيل ومعلومات وحكايات عن اللغه الصينيه هنعرفها مع حضراتكم من ضيفتنا دكتوره رحاب محمود، استاذ ورئيس قسم اللغه الصينيه بكليه الاداب جامعه القاهره. صباح الخير عليك يا دكتور. اهلا. صباح النور. صباح الخير. اهلا بحضرتك. اللغه الصينيه، مدى إقبال المصريين دلوقتي أو إقبال الطلبة والطالبات على تعلم اللغة الصينية حضرتك شايفاه إزاي دلوقتي؟ أنا شايفاه دلوقتي متزايد جدا. يعني زمان في بداية تعلم اللغة الصينية لما أنا كنت دخلت الجامعة، الكلام ده زمان قوي، يعني ما كانش في إقبال أبدا على تعلم اللغة الصينية. لكن دلوقتي لا، في إقبال متزايد. يعني لو أنا هقولها بنسبة عدد الطلاب قد ايه، يعني هنقول كان زمان الدفعات لا تتجاوز 10 في كل دفعه، دلوقتي اعداد الطلاب بتتجاوز 300 و400 طالب في كل دفعه. وده حصل، الطفره دي حصلت في ال 10 15 سنه اللي فاتوا، يعني مش من قبل كده، بدا في تزايد بنسبه معقوله، لكن الفتره الاخيره بالذات الخمس سنين الاخيره رغبة الشباب المصري والعالمي في تعلم اللغة الصينية بيتزايد بصورة رهيبة جدا. طيب، عدد الطلبة اللي حضرتك ذكرتيه والاهتمام الكبير بهذه اللغة في مصر، أعتقد أنه لازم يقابلوا على الجانب الآخر اهتمام بتعليم الشباب اللي داخلين بقى الكليات والجامعات، أن هم يهتموا بمسألة التدريس. يعني مش شرط أن أنا خريج ألسن معي هذه اللغة أن أنا أقدر أدرس. فزي تم إعداد هؤلاء المدرسين؟ أعداد المدرسين بدأ مع زيادة أعداد أقسام اللغة الصينية في الجامعات المصرية، وده من ناحية. ومن ناحية أخرى بدأ من عامين تقريبا مع إدراج اللغة الصينية في المدارس المصرية، لأنه التعليم الجامعي غير التعليم ما قبل الجامعي، يعني وتأهيل المعلم الجامعي يختلف تماما في أعداده عن تأهيل المعلم ما قبل الجامعي. فلأن اللغة الصينية لم تكن مدرجة في المدارس من قبل، تم عمل الكثير من الدورات التدريبية كتير جدا لمعلمي اللغة الصينية اللي هيدرسوا في المدارس، لأن هما بيدرسوا للصفوف الإعدادية اللي بتحتاج مهارات معينة، طرق معينة في التواصل مع الطلبة في السن ده. فدي أخدت مجهود كبير وأخدت وقت طويل جدا في كيفية إعداد المعلم، لأنه يبقى قادر وكفء على تدريس اللغة الصينية بكل صعوبتها لطالب لسه عنده 15 سنة، أنه يقدر يتقبلها ويحبها ويكمل فيها. طيب دكتور، التجربة المصرية حضرتك ذكرتيها، يعني احنا اخترنا، مصر اخترت 12 مدرسة تقريبا في محافظات القاهرة والجيزة والمنوفية عشان تطبق هذه التجربة. حتى الآن ايه هي ثمار هذه التجربة؟ هو فعلا السنة اللي فاتت كانت المدارس 12 مدرسة، السنة دي زادوا 10 كمان فبقوا 22 مدرسة. وثمار التجربة رائعة جدا في محافظات كتير، يعني دخلت اسكندرية، السويس، الإسماعيلية، الأقصر، وكلها كان الاهتمام بيها في إن الأماكن أو المحافظات اللي قريبة من الاستثمارات الصينية أو موجود فيها شركات صينية بصورة أكبر، لأن ده بيخلي الطلبة تقدر يبقى عندها في الآخر فرص عمل، فتبقى مقبلة أكتر على دراسة اللغة الصينية. زاد طبعا عدد الطلبة اللي دخلوا اللغة الصينية من المدارس، رغم أنها لغة اختيارية، لكن الفرق في من السنة اللي فاتت للسنة دي كان فرق ملحوظ. فهي لغة مبشرة الحقيقة، لغة مبشرة جدا، سواء على المستوى ما قبل الجامعي أو على مستوى الجامعي. طيب، ده عظيم جدا. هل الموضوع مقتصر فقط على تعليم اللغة كلغة، الأبجديات، الحروف، الكلمات، ولا وصل لما هو أبعد من ذلك بقى، الثقافة والعادات والتقاليد؟ أكيد أبعد من ذلك. إحنا لما بنتعلم أي لغة، إحنا بنتعلم
البلد كلها من خلال اللغة. كل ما يتعلق بالدولة بنعرفه من خلال اللغة، ثقافتها، علومها، مجتمعها، تاريخها، السينما، الأغاني، كل حاجة إحنا بنتعلمها وإحنا بندرس اللغة الصينية أو أي لغة في العالم. وطبعا الصين دولة لها تاريخ وحضارة تمتد لآلاف السنين، صحيح. فهي فعلا ممتعة جدا في دراستها. يعني عندنا كتير جدا من الوسائل التعليمية اللي احنا نقدر نستخدمها في تدريس وتعليم اللغة الصينية للطلبة، سواء في الجامعة أو في المدرسة. التقدم الرهيب الاقتصادي والتكنولوجي للصين اللي حققته في الفترات اللي فاتت بيساعد كتير جدا في توفير مواد تعليمية تكنولوجية رقمية يقدر الطالب يعرف فيها كل حاجة عن الصين بكل الصور الممكنة والممتعة والحديثة. يعني حقيقي احنا كلنا فخورين وكلنا معجبين بالتجربة الصينية الناجحة اللي احنا شاهدناها في العقود الماضية، وقد ايه الصين قدرت تحقق كدولة عدد سكانها كبير جدا، 1.4 مليار نسمة، اللي دول كتير قوي ما قدرتش تحققه في الفترات اللي فاتت. يعني انا واحدة من الناس، انا شاهدت الصين سنة 1990 وانا طالبة في الجامعة لسه، وشاهدت الصين دلوقتي، والفرق اللي حصل في السنوات دي فرق رهيب، هو أكنه عالم آخر.